مش عايزين بس الخير يكون يا جماعه مرتبط بمناسبات، عيد الام نود الام، يوم اليتيم نروح لليتيم، لا احنا عايزين يبقى السنه كلها فيها خير. فيا ريت ان احنا نبدا من النهارده ومن دلوقتي نقرر كلنا ان احنا نعمل خير، اللي عنده واللي ما عندوش. اصل الخير ده مش بالفلوس، الخير ده بالكلمه الطيبه، بجبر الخاطر، بحاجات كتيره جدا انت ممكن تعملها وتكتشف ان ليها ثواب كبير جدا عند ربنا. يعني ليه مثلا ما نبداش نشوف مثلا مين في شارعنا ومين في حارتنا محتاج ونساعده، مين واحد يتيم محتاجين ان احنا نطبطب عليه من جيراننا ونجيب له هدوم ونجيب له لبس ونجيب له كسوه، مين واحده جارتنا يتيمه وداخله على جواز وما اتجهزتش. صدقوني اذا كل واحد فينا من دلوقتي ومن اللحظه دي قرر ان هو نيته ربنا سبحانه وتعالى انه يعمل خير، هيعمل خير كتير قوي وهيلاقي سبل كتيرة جدا جدا لعمل الخير. فأرجوكم انتهزوا الفرصة، فرصة هذا الشهر، وإن كمان داخلين على رمضان، ونحاول إن احنا نلتمس كل أعمال الخير، مبادرات الخير. هقول لكم حاجة لطيفة جدا، مجموعة من الشباب عندي في الجامعة في كلية الإعلام عملوا حاجة حلوة قوي، راحوا زاروا مجموعة من السيدات الفقيرات اللي موجودين في دار مسنين، طبطبوا عليهم وقعدوا معاهم وكلموهم وقعدوا يحكوا لهم ويسمعوا منهم. مهما اقول لكم الستات دول فرحوا قد ايه بالود ده، اكتر من حتى من اي هديه ممكن تجي لهم. فاوجه الخير كتيره جدا، المهم ان احنا ننويها ونبداها ان شاء الله باذن الله. احنا كمان في واحد من الناس مستمرين معاكم في تقديم كل الخدمات اللي احنا قلناها في الحلقه اللي فاتت، 20 عمره، تجهيز العرايس، توصيل الميه، كل انواع العمليات اللي انتوا عايزينها احنا بنعملها، كل انواع الخير اللي انتوا عايزينه موجود، يعني يمكن حتى كمان مشروعات الصغيره، الافراج عن الغارمات، احنا مستمرين ان شاء الله، وربنا يقدرنا ان احنا نكون عند حسن ظن حضراتكم في واحد من الناس.